حياكم الله في الجزء الاخير من الاستوديو التحليلي لمباراه ابها والهلال. ابو زيد اهلا وسهلا فيك، حياك الله. خير ابو زياد على المشاهدين والمشاهدات. يا اخي ماجد الشمراني عجبتني شخصيته اليوم. لا هو حكم جيد، انت ستايل حلو شفته انا وياك تذكر في مباراه النصر والفتح اي واشهدنا فيه، يعني هو عنده حكم ان شاء الله مشروع جيد، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان الله يوفقه في المباريات القادمه وجميع المباريات، ولكن الحمد لله ان شاء الله انه نحكم عليه الحين بعد ما نحل اللقطات. يلا بسم الله نحن. كم حالة عندنا أول شيء؟ عندنا 5 حالات، وفي واحدة حقة الجدلية ذي التماثل من الهلال ولا للفعل. يلا لابح نشوف. طبعا طاقم التحكيم ماجد الشمراني وفهد العمري وإبراهيم دخير وخالد الجهني وأحمد الرميخاني حكم الفيديو. حنشوف الحين هذه البداية. أوكي نشوف أول لعبة. هنا فيه مهاجمة بتهور، يمكن هنا هو يمكن ملاحظتنا على ماجد حتى في مباراة الفتح تذكر في لعبة ولعبتين، هو ما ادري طبعا هو ما يحرص يعطي انذارات في البدايه وزي كذا، احنا ننصحه انه زي اللعبه ذي تهور، لا بد من حلب الطاقه في اوقات المباراه في نهايتها. هو طبعا تنبه، شوف هنا اللاعب لاعب ابها نازل سلايد على قدم المنافس، ما راح للكوره، اي كره هنا وهنا نازل بالدفاع فيه تهور. مشكله لا بد من حلب الطاقه، ان عطوا كروت في بدايه المباريات ما في شيء اسمه قانون. ميخل قالوا الحكم يعني افقد حلاوه المباراه، افقدنا حلاوتها. لا تفقد الحلاوه. وان ما اعطى كروت، انا ما اتكلم عنك انت بشكل عام. انا بقول لك على شيء. احنا لسه طالعين من دوره المقيمين، وكنا نتكلم في الموضوع ذا مع المانويل حق رئيس الدائره الفنيه، وهو كان يتكلم يقول ما في شيء اسمه اول دقيقه واخر دقيقه. نعم. مستحق ولا مش مستحق؟ تقول لي مستحق، هذا مستحق بطاقه صفراء. الحكم يبغى يدير المباراه يعني هذا شيء ثاني، لكن احنا نتكلم على القانون، وهذه لابد منح بطاقه صفراء للاعب. حنشوف بعدها تسلل على الهلال في الدقيقه تقريبا 32، وحنشوف قرار المساعد، وفعلا كان قراره صحيح لانه لاعب الهلال اللي اخذ الكوره كان متسلل، واكثر من لاعب كان متسلل، فاحنا طبعا هنا قراره صحيح، كان تركيز من المساعد. هنا شوف الكره الان عليه ننتظر، لكن هو طبعا راحت للاعب المتسلل مباشره وعلى طول قرار صحيح. حنشوف بعدها نفس الشيء، خطا على ابها في الدقيقة 32 أو 43، وشوف أنا قلت لك يمكن هذا اللي عيب ماجد، أنه أحيانا تقديره للإنذارات. شوف هنا نفس الشيء، كان في مهاجمة بتهور على نفس اللاعب، يعني من بداية شوف من هنا، شوف القدم هنا على القدم اللاعب، شوف أوكي. الدفاع هذا مش حيلعب كورة، هو حيلعب كورة يقدر ينزل سلايد، لكن زي المقص يعني. نعم هذه مقصية فيها تهور، الحكم طبعا يقدرها واحنا نقدرها. احنا ننصح ماجد الشمراني زي ما قلت له، حتى في المباراة اللي فاتت كان يعني الانذارات شوي لابد يكون تقديراته له صحيحة. البقية حنشوف اللي بعدها، لمسة على لاعب مدافع الهلال، وهي انا اشوف من هنا كان بامكانه يعطي عليه قرار سريع، هو طلعت الكورة وساعد يعني الفار، واحنا نظلنا نقول الفار موجود يعتبر يعني ساعد الحكام. احنا نشوف واضح الحين لاعب الهلال كوليار رقم 6، واضح اليد خارج الجسم فوق مستوى الكتف، هنا اي لمس من زميل من قريب انس شيء اسمه مسافه او من راسك، الا اذا لعب الكوره، اذا كان يلعب الكوره شوف راح 52 نعم و 10 ثواني 10 خلينا لين وصل يعني خلينا نقول لين وصل. نعم. هو المفروض طبعا هي واضحه يعني 52 وخلينا نقول 20. شوف هنا طيب وصلوا 20 تقريبا. نعم. خلاص حنشوف قعد تقريبا 30 ثانيه يا. نعم. ابو زيد ركله جزاء واضحه، هو كان المفروض يكون الحكم دائما في شوف اللي فيها شوف لمسه اليد يجب ان يقطع الحكم سريع، هنا بواحد لقطه لقطتين وخلاص يحكم. ليش طول؟ واضح ما ادري طبعا، يبغى يتاكد او يتكلم مع حكام الفار يعطون لقطات اخرى زوايا. اوكي ما نقدر نحكم يعني، ما ادري ايش اللي عرض عليها الان، احنا عندنا الشاشه اللي تعرض هذه نشوفها الحين واضحه، لان اشوف الحين رجع في الدقيقه 12 52 تقريبا 25 ثانيه. نعم تقريبا 25 الى 30 ثانيه اذا حسبناه يعني. هو طبعا قصدك من روحته نعم. هنا الحكم انا اشوف أنا كان يعني أحيانا زي اللعبة ذي إذا كان طبعا ما أدري استمركزه، إنه واضح اليد مرفوعة من فوق، لو كانت تحت عمر ركلة جزاء واضحة، وهذا الأهم إنه اتخذ القرار سواء كان بالحكم أو بالفئار. طيب لكن إحنا بنشوف اللعبة ذي هل كانت يعني هم الحين يعني في كلام كثير، من اللي أخرج الكورة؟ هل كانت إخراجها من لاعب الركنية؟ هل كانت من الهلال ولا كان من لامسه ولا مو لامسه؟ نعم حنشوف من هنا ما نقدر نعطي عليها صراحه، احنا ما نقدر نحكم من اللعبه هذه، لكنه الجزئيه الاهم فيها هذه ما فيها اعاده، وزعلان جوفينكو يا ابو زيد. والله عاد احنا ما نقدر نحكم، نقول له تزعل ويرضى هذه القرارات، وبعدين شوف السؤال ما فيها اعاده، ما فيها اللقطه هذه. السؤال يفرض نفسه الان. انا سمعت اول مدرب الهلال وانا جالس معكم هنا انه يقول الفي ار لا يتدخل في اللعبه ذي حتى لو كانت مش ركنيه. لو مطلعها لاعب ابها واضح ايوه من دون الان في شك في لمس هنا اللعبه هاي كانت هنا المشكله هنا ايوه من اللي اخرجها هنا ايوه هذه بدايتها هنا شايف من اللي اخرجها تماس هذه بدايتها اعطونيها مره ثانيه وبعدين راحت ركنيه
شوفها من هنا حنشوف الحين هنا واضحة هل يلعبها لاعب الهلال أو أنت تقول؟ نعم أنا أشوفها الحين اللي يلعبها لاعب الهلال بالكعب وهو لف وهو لف حتى شوفها الآن هو اللي يلعب الكرة بس لسه ما طلعت لسه لسه, لسه, لسه حتى الآن حتى الآن حتى الآن ماشي هنا هنا من طلعها طلع لاعب الهلال شوفها واضحة شوف هو اللي ضربة الرجل اليسار شوف نعم شوفها من شوف. تحت شوف هذه قدمه شفتها هذه قدم لاعب الهلال والمساعد واجد قدام ولنفرض جدلا نفرض جدلا انه مش سماس هنا الكوره لعبت حتى في لمسه اليد الحين لازم يتعودون انا بعطيه جزئيه حتى حتى يفهموا المدربين لمسه اليد غير مقصوده شوف الان هنا طلعت وراحت واستمرت حتى تتضح الصوره نعم جوفينكو لما كان مع الزميل عبد الله العضيبي بعد المباراة مصدر الغضب اللي كان عنده لما مشى وخلص لقاءه يمكن حتى ما خلص لقاءه ومشى اي هو بسبب هذه الحالة نعم. هذه الحالة حتى استشهد ايضا بما حدث الموسم الماضي في مباراة احد ضرب المثال هو المباراة احد مختلفة اي يعني لا ويقول لك انه راح وشاف حنوضح حنوضح شوف الفار ايه؟ لو الكرة هذه الحين لعبها جوفينكو شايف نعم وما وطلعت وخذها لاعب ابها واستمر في اللعب شايف نعم. وجاء منها ركله جزاء هنا حنرجع للقرار الاول خروج الكره شفت كيف الان الكره خرجت تماس انت طلعتها او مش طلعها لاعب ثاني حيلعبها اللاعب المنافس اصبحت لعبه جديده ولا عاد في رجوع للفار ايوه الفار ما يرجع الا اذا سجل هدف من لعبه سابقه مباشره لو هذه اللعبه الحين نعم مطلعها لاعب ابها والمساعد اعطى رغم اني انا اشوف انه مطلعها لاعب الهلال وحتى لو في شك المساعد هو اللي يعطي القرار ولا يمكن الرجوع للفار مثل العبات هذه الرجوع للفار في حاجتين خليني اوضح يا ابو مزيد بس اعطونا اياها اخر مره لعل في الاعادات إفادة. وليس اعاده نعم. في الاعادات افاده اعطونا اياها اخر مره لو تكرمتوا اذا قدرنا نعمل كمان اذا في مجال زوم ان سلو موشن اللي نقدر عليه يلا يا ابو زيد عطني عطي ايش كنت بتقول تعطي نصيحه وايش انا اعطي نصيحه الكره الان لو الان اخرجها لاعب ابها ولعبها لا لعب الهيل لعب ابها اقصد وقف 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 نعم. وقف هنا وقف الحين وقف شوف كمل 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 وطلع الحين لو طلعها لعب لحظه 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 شوف احنا شوف شوف الرجل جوفينكو في النص هي اللي لعبت اليمين واصل نعم واصل. واصل نعم حنمشي روح روح امشي راحت وين من رجل اليسار شوف نعم 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 هو نعم هي استمرت اللعبه هو مطلعها يمكن هو تفكيره يعني هو كان في الملعب قد يكون لاعب احيانا ما نلوم اللاعبين في الملعب ولا نبغى نعلق على كلام اللاعب ولا على المدرب انا اتكلم بشكل عام خروج الكره تماس لا يتدخل فيها الفار سواء كان خاطئ التماس ولا صحيح خروج الكره ركنيه لا يتدخل فيها الفار هنا لعبت لعبه جديده على فكره لعبه طبعا. جديده قلت لك انا أيه؟ راحت لعبتين أيه؟ يعني انا بعطي نصيحه اخرى لمسه اليد الحين لازم الحين يكون عندهم حاجه لمسه اليد الغير مقصوده العرضيه لو نزلت وراح استمر اللاعب استمر وعكسها وجت جول ولا وسجلها انتهى الموضوع لازم الان من لمس مباشر يجب ان لا نقول تدخل الفار 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 ما يتدخل في شيء ممتاز. مباشر قبل الحدث الان الكره طلعت تماس ولعبت وجت ركنيه ولعبت ركله جزاء لا يتدخل الفار ممتاز حنخلص منها ممتاز هاي. ندعو جوفينكو نعم. ان يشاهد اللقطه مره ثانيه ويشوف حتى يتاكد انه يقتنع اذا ما اقتنع بأم الحكام نعم. هم يعطون واجبهم في الملعب ممتاز وعلينا نحترم قرار روح الحاله الاخيره نعم. اعتقد القرار هنا بطاقه صفراء وبعدين انذار للسالم نفس الشيء لانه كل اللاعبين اول شيء الخطا على لاعب الابهر رقم 14 فهد الجميعه وبعدين سالم وهو نازل على الارض انت مو انت اللي تاخذ حقك انت الاول هو كان خطا لك لمصلحتك ومنع هجمه واعده وبعدين يعني عمليه الاحتكاك اللي صار هذه اكد على ان الحكم كان نعم. صاحي واعطى الانذارات وكان صحيحه وخلاص وكان قريب الحكم كان قريب. ما ادري كان قريب من الحدث الحكم لياقته عاليه يتحرك ممتاز. جيد الحكم ستايله جيد انا نصيحتي له كالتالي في المباراة اللي راحت وهذه كان في عملية تقدير لبعض الإنذارات كانت غير صحيحة إذا تخلص منها وأعطى الإنذارات الصحيحة الواضحة شوف إحنا زي ما قلت أنت اللي تقول في أول مباراة نهايتها إذا الواضح ما له علاقة بداية المباراة نهايتها نتمنى لهم التوفيق طاقم كان جيد أداء بشكل جيد وما قصروا نتمنى التوفيق لباقي زملائهم وإن شاء الله نشوف الحكام السعوديين في أحسن حال إن شاء الله تعالى والأهم من هذا كله أن أصواتنا كإعلاميين وكجماهير وإلى آخره لا تزال أصوات هادئة نوعا ما تجاه الحكام اللي قاعد يقدمون عمل ممتاز الى الان تسع مباريات ثمان في الجوله الاولى وهذه اللي شفناها الحين ما شاء الله يعطيهم العافيه ما قصروا الله يوفقهم وانت يعطيك العافيه وانت كذلك شكرا يا ابو زيد شكرا لك شكرا عبد الرحمن زيد الخبير التحكيمي لقنوات السعوديه الرياضيه مزيد من المتعه والاثاره والنديه والتشويق فقط في دورينا دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين في امان الله